متميزة متميزة لأنها تعرض مرة أخرى في إطار برنامج الرباط عاصمة للثقافة في عالم الإسلام تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. متميزة كذلك لأنها تدخل في إطار هذه التجربة المتميزة التي أطلقها إيسيسكو تجربة مجالس المباسطات. هذه فقرتها الثانية التي جمعنا اليوم، وهذه فقرة ذات اليوم تتميز بكونها تتم بشراكة بين المنظمة وبين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. تتم بفقرات متعددة فيها الجانب الأكاديمي الذي نلتقي حوله في هذه القاعة، ولكن كذلك فيها الجانب الروحي الاحتفالي الذي استمتعنا وإياكم ببعض فقراته مع الإخوان الذين يمثلون شيئا متميزا في المدينة وفي سلا تحديدا هو موكب الشموع. شكرا لهم لأنهم قدموا لنا مجزوءات إن شئنا من تلك التجربة الغنية الروحية الممتدة الحضارية، أن هذه المباسطات غايتها تاريخية ثقافية حضارية.